هذه منطقة الكريمات في صحراء مصر تشهد جهود رجال يعملون على تجميع الأشعة الشمسية وتحويلها إلى طاقة، ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية مشروعاً نظيفاً وخالي من الانبعاثات الكربونية، كما أن مصر لديها الموارد اللازمة لإنتاج الكثير منها. الشمسية، فعندنا الإمكانيات اللي هي الصحراء المنبسطة، عندنا الشبكة اللي هي بتغطي كامل الجمهورية من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، عندنا الموارد البشرية، نسب الغيوم كمان عندنا في مصر قليلة جدا لا تتجاوز من 9 لـ10 أيام. تمتلك مصر، وهي أكثر بلدان العالم العربي كثافة من حيث تعداد السكان، أعلى معدل انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري في العالم، وهي تحاول حاليا أن تعكس مسار هذا الاتجاه من خلال تنويع وانتقاء الأنظف من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. ومشروع الطاقة الشمسية في الكريمات هو أحد مشروعات الطاقة المتجددة المتعددة الجاري تنفيذها في الوقت الحالي في مصر، حيث حصلت مصر على تمويل البنك الدولي بمشروع الكريمات، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في 2010. والمشروع على أتم استعداد لجمع الطاقة الشمسية وتركيزها لتسخين السوائل المستخدمة وتحويل الطاقة الحرارية من خلال مبادل حراري ثم استخدامها في غلي المياه لإنتاج الطاقة الكهربائية. انشغل العمال في الكريمات في تجميع هياكل الألواح الشمسية المصنوعة من الألواح الزجاجية السميكة عالية المقاومة المستوردة والقواعد والإطارات المصنوعة من الصلب. يتم وضع هياكل الألواح الشمسية وتنظيمها في صفوف ستغطي قريباً مساحة ما يقرب من 65,000 متر مربع من أرض الصحراء كبداية فقط. وقد صرح كبار مسؤولي قطاع الطاقة في مصر أن الدولة تخطط بالفعل للتوسع في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في إطار الخطة الإقليمية للتوسع في منطقة شمال أفريقيا.